أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرؤية الحكومية الاستشرافية لتنويع مصادر الدخل تقوم في أحد جوانبها على تشجيع القطاع الخاص على تنظيم المعارض التي تقدم إسهامات وعوائد مباشرة على الناتج الإجمالي المحلي. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بافتتاح معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث الذي تنظمه مؤسسة فيرست تارجت بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد من أصحاب سعادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمدعوين. وقد قال معاليه: لقد أصبحت المعارض المتخصصة سمة تميز دول العالم، حتى اقترن اسم بعض الدول باسم المعارض التي اشتهرت باستضافتها دوريا. وأوضح معاليه أن مملكة البحرين تتطلع إلى مرحلة تتسم بمزيد من التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي من حيث استضافة وتنظيم المعارض، لا سيما مع تفضل جلالة العاهل المفدى بإصدار مرسوم بتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وما سيعقب ذلك من اعتماد مجلس الوزراء الموقر لمجلس إدارة هذه الهيئة قريبا، والذي روعي فيه الحرص على إشراك ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من الجهات ذات العلاقة بمجالات السفر والسياحة، لتزاول الهيئة أعمالها مباشرة وفقا للمهام الموكلة إليها. وأوضح معاليه أن فكرة تشييد مدينة للمعارض والمقرر إقامتها في منطقة الإسخير لا تزال تشكل أولوية من أولويات المرحلة القادمة للإيمان التام بأهمية تطوير ودعم هذه الصناعة. وأشار معاليه إلى أن الجهات الحكومية المعنية لا تزال تعكف على وضع التصورات اللازمة لإنشاء هذه المدينة وسبل تمويلها وآلية تشغيلها. وقد أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بالمستوى المتقدم الذي ظهر عليه المعرض، والذي استطاع في نسخته الثانية هذا العام أن يجمع المستلزمات المنزلية تحت مظلة واحدة، مثنيا على جهود القائمين على مؤسسة فيرست تارجت في تنظيم هذه الفعالية والإعداد لها بما يليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين في استضافة المعارض. هذا ويشارك في المعرض أكثر من 70 عارضا ومشاركا من مختلف الدول.